la 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 la. شو 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 جئناكم أيام العطلة ندعوكم في جمعتنا نمرح ونلهو نتسلى فهيا تعالوا ضموا لنا فالوقت يطيب ويحلو معكم أنتم أحبتنا. هو هو شو 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 لا لا. سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم بابنا ان شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورتوا يا حبابنا ان شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مساء الخير. يا سلام على هذا الموقع الأثري، يا سلام. والله ما تقدروش تتصوروا عمو يزيد الإحساس اللي راهو عنده اليوم وهو يتقسم معكم اليوم هذه الفرحة. هذه الفرحة فرحتان. الفرحة الأولى أن نجي اليوم نتقسم معكم افتتاح هذه الأيام الجميلة في طبعتها 18، والفرحة الثانية أني نكتشف معكم هذا الموقع، الموقع الجميل. أحبائي، شكون اللي جاء للموقع هذا لأول مرة؟ شكون اللي هنا لأول مرة؟ جميل 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 جدا جدا. إذا عمه يزيد يحس بشرف كبير 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 أنه بفضله وبفضل سلطات ولاية سوق هراس اللي ترحبوا بهم هذا الحفل برعاية السيد الوالي بالتنسيق مع مديرية الثقافة من تنظيم جمعية حسن الحسني. رانا اليوم هنا في هذا المكان الجميل، الحفل مصور هكذا باش أطفال الجزائر كامل وأطفال العالم كامل يشوفوكم ويشوفونا ويشوفونا شحرانا فرحانين. أكون فرحانين؟ برافو 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 أحبائي. أحبائي، شكون اللي جا من بعيد؟ جيتوا من بعيد؟ والله مرحبا بكم نيابة عن كل سكان مدينة خميسة دائرة صدراتا ولاية سوق هراس. نرحب بكم كامل 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 اللي جيتوا لهذا المكان لأول مرة، وإن شاء الله شكرا 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 شكرا. أحبائي، كاين حاجة مهمة في المجتمع، شيء مهم جدا جدا جدا. هذا الشيء شكون اللي يقدر يقول لي واش هو الشيء المهم في المجتمع؟ حاجة تكون في المجتمع باش المجتمع يكون مرتاح،
هذا الشيء نتبادلوه. يعني لازم يكون متبادل في المجتمع باش نقول لكم يبدا بالاي. الاي الاي الاحترام احبائي. جميل 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 جدا الاحترام. واش رايكم احبائي؟ عمو يزيد لكم اغنيه. هذه الاغنيه تتغنى بالاحترام. علاش؟ بالمرات الاطفال يتسالوا، احنا الاولياء بالمرات نطلبوا من ولادنا ولا من بناتنا، نطلبوا منهم فوق الطاقه تاعهم. كيفاش؟ مثلا ولدك ولا بنتك عمرك ما نصحته ولا قلت له مثلا لازم كي تخرج تلقي السلام، لازم كي تدخل دكان تلقي السلام، كي تدخل دكان تنتظر دورك، كي تروح للمدرسة تطلب الإذن قبل ما تهدر، لما ترجع للبيت تطرق الباب. أحبائي ولادنا لازم ننصحوهم، لازم نربيهم، لازم نتكلموا معاهم، من بعد نقدروا نحاسبهم. ربي سبحانه وتعالى قبل ما يحاسب الخلق بعث لهم أنبياء ورسل. ولادنا لازم احنا نربيهم. إذن نقولوا لولادنا يلقيوا السلام، يحترموا بعضهم بعض. هذه الأغنية طفل يتساءل مع باباه، يقول له يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. من بعد البابات وش يقول له؟ يقول له لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. من بعد الطفل يتساءل يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. أطفالنا يتسألوا أحبائي، أطفالنا ورقة بيضاء يتسألوا. حتى الطفل بالمرات كي تعاقبوا ولا تضربوا تسيبوا مخلوع ما على بالوش. علاش؟ لأنك عمرك ما قلت له. ومن بعد يقولوا يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يقول له لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. بعد يقول له يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. وش يقول له باباه؟ لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. تغنوها معايا. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. شكون حافظها؟ أني نسمع واحدة يتغني منها. شكون؟ غني معايا بنتي. برافو بنتي برافو. دي لها الميكرو دي لها الميكرو. يلا دي لها الميكرو. روحي بنتي تعالي 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 تعالي. عمو يزيد يحب الشطرت. تعالي تعالي يلا طلعوها طلعوها. أروحي بنتي يلا تغنيها معايا. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، لما تدخل دكانا
سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. شكرا شكرا. واسمك بنتي؟ ندى. واسمك؟ قطر الندى. قطر الندى، أعطيني الميكرو، أعطوا الميكرو لصديقنا. شحال في عمرك بنتي؟ 9 سنوات. 9 سنوات، شحال جبتي معدل؟ 8. 8 بيل؟ فاصل 4 86. 86 تنسيها يا بنتي، 8.86. أنا عم بالي حتقولي 8.04، 8.86 عمرك ما تنسيها. برافو بنتي، برافو. شاطرة شاطرة بنتي، الله يبارك الله يبارك، ربي يحفظها إن شاء الله. إذا أحبائي أحبائي، الاحترام ثم الاحترام، ولكن إحنا الأولياء لازم نربي ولادنا ولازم نلفتوا الانتباه تاعهم. ما تقدرش تقول لوليدك علاش يا بنتي ولا يا وليدي لما خرجت ما لقيتش السلام، وانت عمرك ما قلت له لازم كي تخرج تلقي السلام. يا اخي احبائي برافو. واش رايكم احبائي، شكون اللي يقدر يقول لي شحال من ولايه تحد ولايه سوق هراس، وما هي كم من ولايه تحد ولايه سوق هراس وما هي؟ يلا شكون 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 يلا. شوف صديقتنا هذه، واسمك بنتي؟ عفاف. عفاف شحال في عمرك عفاف؟ 12 سنة. واش سنة تدرسي؟ سنة ثانية متوسط. شحال جبتي معدل بنتي؟ 18. الله يبارك، راح نتفاجأ أنا اليوم وقيل ولاد سوق هراس كامل يجيبوا 18 و8 و9 هكذا. الله يبارك الله يبارك، ربي يحفظكم إن شاء الله وربي ينجحكم أحبائي، ربي ينجحكم إن شاء الله. إذا بنتي كم من ولاية تحد ولاية سوق هراس؟ 6. لا 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 لا. شوف الشاطرة هذيك، واسمك بنتي؟ هبة الله. هبة الله، الله يبارك، اسمك شباب. شحال في عمرك بنتي؟ 13 يوم؟ سنة. سنة، الله يبارك. شحال جبتي معدل بنتي؟ 17. واو 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 واو، جاب لي ربي اليوم. أنا مدابية على بالكم كي يكونوا حفلات هكذا فيهم أطفال يقراوا مليح، مدابينا أطفال الجزائر كلهم ياخذوا المثل منكم، المثابرة ثم المثابرة. يا أخي بنتي. نعم. كم من ولاية تحد ولاية سوق هراس؟ 4. 4، برافو 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 برافو. ولكن ما هي؟ يلا. تبسة، أم البواقي، الطارف، كالمة. واو برافو، تعالي 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 تعال. أروحي بنتي. عاودي قولي لهم اسمك. هبة الله. هبة الله، عاودي قولي لنا الولايات اللي تحد ولاية سوق هراس. طارف، قالمة، تبسة، أم البواقي. أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. شكون اللي عنده الهدية تاعها؟ خباها. قولي له أعطي لك الهدية تاعك، أعطي الهدية تاعها. الله يبارك. إذا بنتي العفو، شركة شيبس مهبول راعي برنامج مع أمو يزيد يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. أحبائي واش رأيكم،
مادام رانا نهضروا على الدراسه وعلى المثابره وكامل، عمو يزيد دار لكم اغنيه الجد. هذه الاغنيه نقول فيها: راجع درسك بعد الفهم تصبح انجب من في القسم. احبائي، مراجعه الدرس في نفس اليوم مهمه جدا، ما تخليش الواجبات تتراكم عليك. ولا نبداو بالاغنيه تاع ويلتي، تعرفوها؟ غنوها معايا تشوف. ويلتي لم ستعاقب بأشدنا، ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي معلمتي بأشد العقاب. يلا نبدأ بويلتي ومن بعد نغنوا الجد. يلا بأشد العقاب. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي تعاقبني معلمتي بأشد العقاب. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي تعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برافو 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 برافو. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. أحبائي، أنا كنت رايح نغني أغنية الجد، ومن بعد كنت رايح نغني أغنية نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، ولكن قبل هذا الشيء راني نشوف اليوم باللي عندنا بزاف البركة. عباكم واش هي البركة؟ شكون اللي جا مع جداته اليوم؟ شكون اللي جا مع جداته يرفد يدو؟ إذا راح نتغنوا كامل معايا جدتي أنت سر بسمتي. تحبوا الجدة؟ على بالي علاش تحبوا الجدة، لأنها تدللكم بزاف، تدللكم كاع واش تحبوا. كما يقول عمو يزيد في الأغنية: برغم كل مشاكستي
ضوضاء لعبي ومشاغبتي، تحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. جداتي جداتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جداتي أنت سر بسمتي، رؤياك يا سعدي وفرحتي. ساتغنوا كامل معايا. جدتي أنت سر بسمتي، يلا معايا كامل. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. بالحب الصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي، بالحب الصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي. وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركة، وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركة. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي. فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى، أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى. خذي من عمري لتحيي لنا بوركتي يا جدتي، خذي من عمري لتحيي لنا بوركتي يا جدتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. برافو 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 أحبائي. جدتي أنت سر بسمتي. أحبائي، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا على السابع، سابع سابع جار. أحبائي، ناس بكري كانوا يقولوا الجار قبل الدار. هذا الشيء يوصينا على وش؟ كيفاش نسمو هذا الإحساس هذا؟ حسنو حسنو الجوار، حسن الجوار. أحبائي، حسن الجوار مهم جدا. الجار يحترم، الجار يقدس. أحبائي، احنا بكري كنا ديور تاع جيراننا ولا دارنا غير كيف كيف. كنا نرجع من المدرسة الباب الأولاني اللي نسيبه مفتوح، ندخلوا نشربوا الحليب، نشربوا القهوة، نقعدوا نرتاحوا. من بعد كي جوا والدينا من العمل نرجعوا للبيت، ما كان عندنا حتى مشكل، بالعكس كانوا الجيران كانوا متفاهمين فيما بيناتهم. إذا حسن الجوار، وش رأيكم تغنوا معايا أغنية حسن الجوار؟ عمو يزيد يقول فيها: جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد. حسن الجوار، يلا عودوا معايا. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. تغنوا معايا الجار، يلا كامل. لا جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، كيف غبت عن الأنظار،
حالك أحسن طمني قل لي ما الأخبار حالك أحسن طمني قل لي ما الأخبار جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار جاري يا أحلى الجيران ربي أوصى ولعدنان أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار قلي يا جاري مختار قلي كيف أهل الدار جاري ما حال الأولاد عيد أمتنا قد عاد جاري ما حال الأولاد عيد أمتنا قد عاد جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن محمد حسن الجوار برافو 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 حسن الجوار أحبائي حسن الجوار مهم جدا 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 أحبائي شكون يقدر يقول لي كاين تعرفوا يا أخي كاع اليوم العالمي لحقوق الطفل كاين عيد الطفولة في أول جوان كاين اليوم العالمي لحقوق الطفل يوم 20 نوفمبر يا أخي تعرفوه ولكن السؤال يقول كاين يوم وطني الجزائر عندها يوم وطني للطفولة يوم وطني لا جورني ناسيونال دو لانفونس في الجزائر ما عندهاش بزاف هذه ثالث سنة نحتفل بها فقط ما عندهاش بزاف من اللي رسم هذا العيد هو عيد الطفولة في الجزائر ما عندوش بزاف من اللي فات وقتاش يلا شكون عنده الميكرو شوفوا لنا صديقتنا خلاص راول هيك يلا شكون اللي يعرف شوف الشاطرة هذه واسمك بنتي ملك منال شحال في عمرك ملك ملك الله يبارك بنتي شحال في عمرك ملك 10 سنوات شحال جبتي معدل بنتي 8.40 الله يبارك سما كاع جبتوا 8 9 على بالك ما عشاني فرحان لانه عمو يزيد من بعد راح يتلاقى بكم كامل دكاترة مهندسين كامل 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 ان شاء الله يا اخي هذا وعد نعم ان شاء الله إذا بنتي وقتاش عيد الطفولة في الجزائر؟ 15 جويلية واو تعالي 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 شاطرين بزاف شاطرين بزاف السؤال موش موالف السؤال ثلاثة أربعة خمس مرات هنا راني غير نهضر السؤال أول طفل يجاوب الله يبارك الله يبارك ربي يحفظهم إن شاء الله ربي يحفظهم إذا ملاك قالت لكم باللي عيد الطفولة في الجزائر اليوم الوطني للطفل يوم 15 جويلية تعالي مالك تعالي بنتي تعالي بنتي اروحي الشاطرة اروحي وش راكي بنتي لاباس لاباس باينة شاطرة في الدراسة نعم شاطرة الله يبارك عاودي قولي لهم بنتي وقتاش اليوم الوطني للطفولة في الجزائر اليوم الوطني في الطفولة الجزائر 15 جويلية برافو شكون قالها لك بنتي درسناها درستوها كامل درستوها شكون يدرس هاي الفديدو؟ ماشي بزاف ها؟ درستوها كامل إذن أحبائي عيد الطفولة في الجزائر منذ 3 سنوات فقط ماشي أكثر إذن بنتي شركة شيبس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية المتواضعة إن شاء الله تستفادي بها إن شاء الله إن شاء الله بنتي إن شاء الله شكرا شكرا تفضلي بنتي أحبائي عيد الطفولة عيد الطفولة احنا دائما نحتفل بحقوق الطفل ولكن الطفل عنده حقوق و
واجبات. على بالكم انا كاين واجب من واجبات الطفل انا نحبوه بزاف، عبالكم واش هو؟ يتعلق بالوالدين. واش بها؟ واش حبت؟ تعالي 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 جيبوها اروح، حنا ما كانش اللي يبكي اليوم. اروحي اروحي اروحي، ما كانش اللي يبكي مع عمو يزيد. تعالي 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 اروحي بنتي اروحي. واسمك الشابه؟ ريتاش. ريتاش اسمك شباب، شحال في عمرك؟ 7 سنوات. شحال جبتي معدل؟ 9.19. واو تصفيقه 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 تصفيقه. والله انا قلت لكم عمو يزيد هو فرحان بزاف راح يتلقى بكم كاع من بعد دكاتره مهندسين كامل. يا اخي بنتي اكي فرحانه لك هنا؟ اكي فرحانه؟ نعم. مرحبا بك، ابقي معنا هنا. احبائي كنا نقول بلي الطفل عنده حقوق و و وكنت نقول بلي كاين واجب، واجب الطفل مهم جدا 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 يتعلق بالوالدين. واش هو؟ واش هو؟ طاعة الوالدين. طاعة الوالدين، طاعة الوالدين احبائي. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، صدق الله العظيم. يلا شكون اللي يعرف الآية تاع طاعة الوالدين كاملة؟ شكون اللي يعرفها كاملة؟ الآية تاع طاعة الوالدين كاملة. شوف الشاطر هذا، واسمك ولدي؟ أمير. أمير الله يبارك ولدي، شحال في عمرك أمير؟ 13. 13 اليوم؟ 13 سنة. ها سنة الله يبارك. شحال جبت معدل أمير؟ 16.80. واو 16.80، برافو برافو برافو. راح نهضر عليكم مدة طويلة طويلة، نقول لهم كي رحت لسوق قهراس وخميسة قول لهم أنا الأطفال اللي نهضر معاه ما كانش يجيب تحت 16، نقول لهم لازم درك كاع تكونوا كيفهم، لازم أنتم تكونوا المثل إن شاء الله بربي. إذا وليدي قلنا الآية تاع طاعة الوالدين كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه ولوالدين إحسانا إما إلا وبالوالدين إحسانا. برافو. إما يبلغن عندك إحدهما الكبر أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. معلش الآية ناقصة شوية، شكون اللي يعرفها؟ أعطي للشابة هذيك الشاطرة، هذيك الشاطرة لا يمل هيك. يلا بنتي، واسمك بنتي؟ مريم. مريم شحال في عمرك مريم؟ 11 سنة. شحال جبتي معدل؟ 17.80. واو 17.80 الله يبارك الله يبارك. راني غير نقول نطيح في واحد جاب 15 واحد. برافو 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 برافو. بنتي اعطينا الآية تاع طاعة الوالدين كاملة الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تعالي بنتي تعالي تعالي. برافو 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 برافو. تعالي. إذا بنتي عودي قولي لهم اسمك. مريم. مريم مريم الشاطرة الله يبارك. أعطيني الهدية تاع مريم، أعطيني الهدية تاع مريم، أعطيني الهدية تاعها. إذا مريم بنتي شركة شيبس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية المتواضعة إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو بنتي، تفضلي تفضلي. شكرا شكرا. أحبائي طاعة الوالدين، ما لازمش والديك لما يطلبوا منك أي شيء تقول لهم راني تعبان ولا عيد ولا ما نديرش. على بالكم على بالكم أحبائي، خزرة برك خزرة برك مش مليحة في والديك، عرش الرحمن يتزعزع. يا أخي أحبائي هذا وعد. طاعة الوالدين، نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. تغنوها معايا. نحبك
أحبك ماماتي، أحبك أباتي، أنتم حياتي وسر سعادتي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي بما ساكن قلبي. أتعبت في تربيتي خلقي وأدبي، أتعبت في تربيتي خلقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي بما ساكن قلبي. نحبك ماما أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماما يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي، أنتم حياتي وسر سعادتي. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في جنوب، قلت إني جزائري، قلت ألا تروا إني جزائري. برافو، يلا كمل معايا. سألوني من أكون، سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إحنا ولاد الثورة كل ذات المرة،
واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. احنا ولاد الثورة كل ذاق المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. برافو برافو برافو. قلت ألا ترون إني إني. إذن أحبائي، كي واحد يستقصيكم يقولك أنت مين، ولا شكون العشيرة تاعكم، شكون القبيلة تاعكم، واش من جهة تسكن، واش تقول له؟ أنا جزائري. أحبائي، لنا الشرف والانتماء لهذا الوطن الحبيب، وطن المليون ونصف شهيد، أرض طاهرة مسقية مسقية بدماء الشهداء. أحبائي، واش رأيكم عمو يزيد حب يحتفل؟ الله يخليك عمو يزيد، حب يحتفل معاكم اليوم بالنجاح تاع أولادنا بأغنية نقول فيها: بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب اللي يتعب واشن واش يدير ينال ينال. برافو، اللي يتعب ينال. إذن مبروك النجاح عليكم، تغنوا كامل معايا: بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب. بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب فينا. مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعتوا ريسا والديكم، راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين. مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعتوا ريسا والديكم، راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين. أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب بينال. أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب بينال. هكذا واللي عندك ديما تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة، وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. هكذا تولي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة، وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب بينال. أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب بينال. نجاحكم هو الأساس لعقوبة الشهادة أخرى، لعقوبة الشهادة أخرى، بكالوريا
تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة نجاحكم هو الأساس لعقوبة الشهادة أخرى لعقوبة الشهادة أخرى بكالوريا وزد ليصاص وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعبي نال بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعبي نال يا كلي يتعبي نال برافو 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 نشكر عمو يزيد على هذا الحضور لمدينة خميسة الأثرية وداخل فرحة في أولاد خميسة ونحب عمو يزيد نحب عمو يزيد نتقدم الشكر الجزيل لعمو يزيد على هذه المبادرة الطيبة والتي أدخلت فعلا الفرحة في نفوس الأطفال نحب عمو يزيد ونشكره على هذه الحفلة نشكر عمو يزيد ونحب عمو يزيد نحب عمو يزيد نشكركم على هذه الحفلة واللي زهدتوا لنا الأولاد بارك الله فيكم اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات كل الحصص كل الحفلات وأكثر